ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. وبعد شوية بعد ما اختفوا من قصاد البنت دي، سابت جودي يد قاسم بمنتهى الغضب وهو مش عارف يضحك ولا يبرر لها اللي حصل. فاتكلم وهو بيحاول يكبت ضحكه وقال: جودي والله البنت دي كانت صاحبتي زمان، وهي كانت رامية نفسها عليا، انا اتفاجئت بيها والله. اوف، عارفة 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 ايه؟ عارفة انك ليك علاقات نسائية كتير وتعرف بنات كتير وكلهم بيجروا وراك. قاسم بلهفة وهو بيمسك ايديها: لا قصدك كان لي علاقات نسائية، كل حاجة كانت قبل ما اشوفك واحبك، بعد ما شفتك حبيتك، حبيتك قوي، وما بقاش في بعدك حد، وكأني اتولدت من جديد، حتى مش عايز افتكر حاجة من عمري اللي فات. جودي انا مش شايف حواليا اي حد غيرك، ومش عايز اشوف، انا بحبك انتي. قال كده بعشق صادق. اما جودي فبتسمع له وقلبها بيدق. واتكلم قاسم بخبص وقال: لا بس ايه الشراسة اللي كنت فيها جوه دي، ده انا انبهرت. ضحكت جودي وهي بتفتكر هيئتها وهي بتتخانق مع البنت دي، فتخلت عن هدوءها وروحها البسيطة والمحبة للجميع وتحولت لقطة شرسة فعلا. فسألها قاسم: جودي انت غيرتي صح؟ بصت له جودي وهزت راسها بالإجابة وهي مكسوفة، فوسعت ابتسامة قاسم وهو مش مصدق ان حبيبته بتغير عليه، وده لان الغيرة من علامات الحب، وبرغم انها لسه ما صرحتش بحبها. وكان السواق الخاص بقاسم واقف قصادهم بعد ما اتصل بيه، لان الوقت اتأخر جدا ولازم جودي ترجع لبيتها. وبعد نص ساعة كانت جودي بتدخل شقتها اللي عايشة فيها مع مها، ولقيت مها قاعدة مستنياها وهي غضبانة، فمن الواضح انها مستنية من مدة طويلة. فانتفضت مها اول ما شافت جودي وقالت: كنت فين كل ده؟ الساعة عدت 12، انا كنت هموت من القلق عليكي. كنت مع قاسم. كل ده وموبايلك مقفول ليه؟ فصل شحن والله من كتر التصوير. وقربت من مها وقالت: سوري يا مها، ما كانش قصدي ان اقلقك، انا خايفة عليكي يا جودي، انت لسه صغيرة على العالم اللي دخلتيه فجأة ده، من اولها كده بتزوغي من المدرسة. اخر مرة والله يا مها قاسم كان مخنوق قوي، وكنت عايزة اخرجه من اللي كان فيه. بصت لها مها بصدمة وقالت: جودي انت حبيتيه؟ فبصت جودي بعيون متسعة وهي بتفتكر غيرتها من منار وقالت: مها انا اتضايقت قوي لما شفت بنت كان يعرفها لازقة فيه وبهدلتها، وكنت عايزة اكلها بسناني، مع ان انا مش كده خالص والله، وانتي عارفة. يعني بتغيري عليه، تبقي بتحبيه؟ بصت لها جودي بفرحة وجريت لأوضتها وكأنها بتعترف بإني فعلا حبته وتعلقت بيه، لأنه حنين عليها وبيهتم بيها جدا، ده غير لهفته عليها وعشقه وجنونه بيها. ففضلت تفكر وتفكر لحد ما نامت لأنها تعبت جدا. وفي صباح تاني يوم كان قاسم بيمشي بنشاط عجيب، فزاد على هيئته الإشراق والحيوية، وكأن معالم وشه بتنبض بالحياة. بعد يومه مع حبيبته اللي عرفته جانب تاني من الحياة عمره ما شافه، وعمره ما كان سعيد زي ما كان سعيد معها. فدخل لمكتبه وهو بيهدي منى ابتسامة جعلتها تصاب بالجنون بسبب ابتسامته، فهي مش عارفة ان ده من تأثير
حبيبته وانه اهدى الابتسامة دي لكل اللي قابله في طريقه. وبعد دقايق دخلت منى وهي بتستأذن لدخول دنيا السواح، فابتسم وسمح لها بالدخول، وثواني وكانت دنيا داخلة بخطى ثابتة محسوبة لانها خططت كويس وحتوصل للي عايزاه بدون شك. وقعدت بطريقة تليق بسيدة اعمال وسيدة مجتمع، وهي وضع رجل فوق التانية واتكلمت بثبات: ازيك يا قاسم؟ الحمد لله انا كويس جدا جدا. اتغاظ الدنيا ولكن رجعت ابتسمت من جديد وكملت كلامها: يا رب دايما، انا احب دايما اشوفك مبسوط وسعيد. خلينا في الشغل بقى. اتفضلي. مشروع قرية مرسى علم واقف فيه شوية مشاكل هناك، وحصل خلاف كبير وده خسرنا كتير في 3 ايام بس. لازم نسافر بكرة بسرعة. سفر؟ وبكرة؟ لا مش هقدر. سافري انتي. مش هتقدر ليه يعني؟ قاسم وهو بيفكر في جودي: مش مسموح لحد يسأل اصلا. طبعا، بس انت مجبر تروح. انا كمان رغم اني مشغولة جدا مع بابي اليومين دول عشان تعبه، بس مضطرة اروح. قاسم احنا في 3 ايام خسرنا 10 مليون، ده غير تأخيرنا في الافتتاح، وده لوحده مشكلة اكبر. احنا ناس بروفيشنال. قاسم وهو مجبر: خلاص خلاص، اوكي كده تمام، نتقابل هناك بكرة. اوكي تمام. وخرج الدنيا وهي بتبتسم بثقة وغرور، لانها اخيرا هتنفرد بقاسم وهتبدأ في تنفيذ خطتها بعد ما عملت المشاكل في مشروع مرسى علم وسببت خسائر كبيرة عشان تجبره على انه يروح. وبنروح للمدرسة الكندية واللي كان فيها واقف يامن بعد ما انتهى اليوم الدراسي، وهو مستني خروج جودي عشان تركب الباص لانه مش قادر ينفرد بيها ولا يتكلم معها. اما جودي فكانت خارجة بسرعة لانها قررت تعترف بحبها لقاسم النهاردة، لانه فعلا يستحق انه يعرف وقد ايه مستني اعترافها بصبر وحب. ولكن قررت تغير هدومها لانها بعد ما فكرت كتير لقت انه ما ينفعش تعترف له بحبها بيونيفورم المدرسة، فما يصحش راجل زي قاسم شاف الكتير من الستات وبالطبع بيلبسوا اشهر الماركات، فلازم جودي تغير اليونيفورم عشان تبقى انثى بتليق بيه. وخرجت بسرعة وهي مستعجلة ولقت يامن اللي واقف وظهر عليه الضيق، فاتكلم: جودي استني. يامن ازيك؟ عايزة اتكلم معاكي في موضوع. طب بص نخليها بكرة، عندي مشوار مهم جدا مصيري. رايحة القاسم مهران؟ بس عندي مشوار مهم قبله. طب حتى نتكلم في الباص؟ لا ما انا مش هروح بالباص النهاردة. ليه؟ هيأخرني على ما يلف على بيت كل حد فينا. اوكي يلا باي. ومشيت بسرعة ووقفت تاكسي وركبت واتحرك بيها، ووقف يامن وهو بيتبعها بغضب، وهو مقرر انه هيدافع باستماتة عن حب طفولته اللي انتزعه منه في لحظة قاسم مهران. ووصلت جودي لبيتها وطلعت بسرعة وقلبت اوضتها فوقاني تحتاني لانها محتارة تلبس ايه، وجربت الكتير من الملابس اللي مش شايفة انها تليق ليوم زي ده. وبعد شوية مش قليلة كانت جهزت وبصت على هيئتها في المراية وهي لابسة تيشيرت جميل وجيبة جلد سودا بتتعدى ركبتها وجزمة برقبة، ووضعت ميك اب يناسب اللي لابساه. وخرجت بسرعة لانها حاسة انها اتأخرت واكيد قاسم غضبان منها، ولكن هتصالحه بالتأكيد وهيعفو عنها لانها عارفاه كويس قد ايه حنين. اما في شركة قاسم مهران فكان واقف في مكتبه مش مطمن خالص، وجاي رايح في المكتب وهو بيتاكل لان جودي اتأخرت جدا عن معادها وكمان ما بتردش على تليفونها.
واتصل بالمدرسة وبلغوه إنها ما ركبتش الباص وقالت إنها هترجع بعربية أجرة، وده اللي زود قلقه فاستدعمها بمنتهى الغضب والقلق ووقفت قدامه واتكلم بصراخ: يعني إيه؟ يعني إيه ما تعرفيش هي فين؟ مش بنت خالتك دي؟ مها وهي خايفة من هيئته اللي تحولت تماما عن الصبح قالت: يا فندم هي مش بتروح في حتة، وكلمتها كتير مش بترد. أما في الخارج فكان أحد العمال بيتكلم مع زميله وقال له: هو ماله قلب فجأة كده؟ أنا عارف، ما كان طاير من الفرحة الصبح، أكيد البنوتة اللي خطبها السبب. أنا شغال معاه من 7 سنين عمري ما شفته كده أبدا. وقطع كلامهم مرور جودي جنبهم وهي في قمة الأناقة والجمال، وأنظار الجميع مصوبة تجاهها بإعجاب شديد. وتخطت منى السكرتيرة وهي سايبها بتتنفس بغضب وتوعد. وفي داخل مكتب قاسم كان لسه بيستجوب في مها المسكينة اللي لا ليها حولة ولا قوة ومش عارفة فين جودي، ولكن مفيش في يد قاسم غير انه يستجوبها وثواني وتوقفوا عن الكلام بدهشة وهم شايفين الساحرة الصغيرة اللي دخل عليهم بكل أناقة وجمال. فشهقت مها بدهشة، أما قاسم فواقف ببلاها وعيون مفتوحة. وقطعت مها الصمت وقالت: جودي ايه اللي لبسك كده؟ فين اليونيفورم وكنت فين؟ قطعها قاسم ونظره موجه على حبيبته وقال: شش على مكتبك يا مها. بصت لهم ولقيتهم بيبصوا لبعض بحب وهيام ومش حاسين اصلا بوجودها، فقالت: اوكي سلام. ما حدش رد فتنفست بغضب ومشيت وقفلت الباب وراها. فقرب قاسم من حبيبته وقال بعشق: ايه الجمال ده، انت حلوة قوي. بجد يا قاسم؟ بجد يا عشق قاسم. وبعدين بطلت قوليلي قاسم كده، قلتلك مش بستحملها. مش بتسهوك والله. عارف عارف يا حبيبتي انك كده، وده صوتك ودي طبيعتك، بس اعمل ايه وانتي اصلا تتاكلي اكل حظي كده، بس احلى حظ. وفي لحظة ظهر عليه الغضب وقال: انتي كنتي فين واتأخرتي ليه؟ انا كنت هتجنن عليكي. واستني استني، انتي مشيتي كده قدام الموظفين في الشركة والناس في الشارع وكله شافك كده يا جودي؟ بتقوليها كده عادي؟ ازاي يشوفوكي كده؟ ازاي؟ خلاص خلاص اهدى يا قاسم، والله كنت في التاكسي ونزلت اخدت الاسانسير وجيت عليك على طول، مش كتير اللي شافوني. اخر مرة يا جودي. حاضر اخر مرة. ابتسم قاسم برضا لان حبيبته بتعرف تمتص غضبه ومش بتجادل في الخطأ، فسألها من جديد وقال: واتأخرتي ليه؟ كنت هموت من القلق عليكي، ده انا جبت مها الغلبانة وقعدت استجوب فيها وانا عارف انها فعلا مش عارفة، بس اعمل ايه كنت هتجنن عليكي. روحت البيت عشان اغير هدومي. وليه تغير هدومك؟ عشان البس حاجة تليق باللي عايزة اقولهولك. بص لها بعدم فهم فقربت منه وبصت في عينيه مباشرة وقالت: قاسم انا بحبك. اتوقف الزمن بالنسبة لقاسم واخد وقت عشان يستوعب اللي قالته، وزادت دقات قلبه وصدره بقى بيعلى وينزل بعنف ملحوظ، وقال بعدم تصديق: ايه؟ واتكلمت جودي وهي لسه على وضعها وبتبص في عينيه بكل تأكيد وحب وقالت: بحبك بحبك يا قاسم. جذبها لحضنه بسرعة وهو بيعتصرها وقال بجنون: مش مصدق مش مصدق، معقول بجد؟ اخيرا اخيرا يا رب. بتحبيني بجد يا جودي؟ اهزت راسها وهي لسه في حضنه وهمست: بحبك يا قاسم، بحبك قوي وبغير عليك قوي. دمها قاسم اكتر لي بمنتهى الجنون وهو بيتكلم بتملك:
وأنا بحبك أكتر يا روح وقلب قاسم. وخرجها من حضنه وهو بيلملم في حاجاته وسحبها وراه وكأنه طفل هيطير من الفرحة. فسألته جودي: هنروح فين؟ هنحتفل بأهم يوم في حياتي. وخرج بسرعة والكل بيبصله بصدمة. ففي الصباح كان بيبتسم للجميع، وفي العصر كان متعصب وبيصرخ، ودلوقتي ماشي بيتنطط من السعادة وكأنه طفل عنده 6 سنين ما يعرفوش ان ده العشق، عشق قاسم مهران. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش، والجاي احلى. هنشوف مع بعض مكائد كتير قوي هتتعمل بغرض ان يفرقوا ما بين قاسم وجودي. بس يا ترى جودي هتقدر تتحمل ده ولا هتبعد وتكسر قلب قاسم؟ استنونا في الحلقات الجاية عشان هتعجبكم قوي بإذن الله. بس ما تنسوش تدعموني بلايك عشان بيحمسني أنزل لكم أسرع. ولو أول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.